كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليك يا رب وعلى الجميع. تعمل ايه لو انت عاوز تهدي حد، مثلا مامتك، خطيبتك، حبيبتك، اختك، ايا كان اللي انت عاوز تهدي بيه عشان رمضان بفانوس حلو زي ده. الفانوس ده سعره عامل 60 جنيه. هو عموما سعره بيبتدي من 50 جنيه لحد 100 120 جنيه حسب الخامة بتاعته والجودة، ولان في منه انواع، في منه نوع تقيل ونوع خفيف. يعني انت لما تشيله كده ممكن يبقى يعني هو خفيف معاك او تقيل، بس طبعا التقيل احلى، تبقى الخامة بتاعته اعلى. فالفكرة مش في السعر اللي هو ده عشان ب 120 يبقى كويس، لا يعني ده انا جايبه 75 بس الخامة بتاعته نفس الخامة بتاعت 120، بس انا نزلت جبته من مكان يعني حلو. انت ممكن تنزل الدراسة او عندك باب الشعرية برضو، في هناك يعني شادر كذا، يعني شادر بيبيع الفوانيس. الفوانيس الصغير ده عجبني، لقيته ب 5 جنيه، قلت اما اجيبه برضو. وطبعا الفانوس هو بيجي من غير الشمعة اللي جواه ديت. الشمعة دي بيبقى سعرها بتراوح مثلا من حوالي 7.5 لحد 10 15 حسب المكان اللي بيبيعها، بس دي انا جايبها ب 7.5. خليك دايما كده حاطط فكرة في دماغك، اما تحب تجيب حاجة انزل المصدر بتاعها هتلاقي كتير، وغير كده سعرها كمان هيكون مناسب ليك. بدل بقى ما تروح مثلا في مكان يقول لك ايوه يا باشا اتفضل، ده مش عارف اصل دي خامة ايه، ويقعد يحلف لك ان هو بره هيلاقيه اعلى من اللي عنده او يا اما ارخص، بس انا عندي الخامة كويسة. لا، انت نازل المصدر اصلا، المكان اللي هو بيشتري منه، يعني هو يبقى يقول لك اصل المصنع جابولي عليه ضمان. لا، ما فيش الكلام ده خالص. هو بينزل اما يجيب من الدراسة جوه في المصانع او الورش يعني اللي بتعملها، يا اما هي بتجيله كده بالعربية والمرزقة بتاعته ايه بتطلع في الفرق اللي هو ايه بيحطه. فهي دي الفكرة. ثواني برضه هوريكوا شكله كده، وهو يعني النور مطفي. ده شكله النور مطفي، وعامل شوية اشكال كده على الحيطة، مش عارف باينة ولا مش باينة.